Comme vous avez entendu la chanson de Sami Nioress, Dada Naxel. Je vois Yannas qui nous bizaf l'Amazigh, l'Ahrar, Shurafa, les Mazalo, Kulwahed, Bashinijim, Kulwahed, Bashinijim, et Kimagalwahed, et Nadal, à l'Amazigh, ou à la Lourdjdadna, ou à la Thakafetna. كما هذا بالغناء وياريت ياريت للشاوي اللي مازالوا يديروا الشك في 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 اصلهم والناس اللي نساو اصلهم يسمعوا هذا السيد هذا ينزل لا شونسون تاع اكسل النوراس
باش يعرفوا جدودهم ويعرفوا القيمة نتاع الأمازيغي كيفاش كانت وكيفاش كانوا يحاربوا في الغزاة. الغلب انا نقول لخوتي الساعه ما ننساش الساعه اليوم باش ما نقول لكم بلي نصوم لو بيان سور لو ميركودي 8 ديسمبر 2021 الي اكزاكتومون 13h10. اسمحوا لي ما قعدتش باش ندير فيديو الصباح بريمير ما فطرتش بكري وهذا هو نشرب القهوه لا بارطاج افيك فو مي زامي ان جو بارطاج معاك و توجور مون كافي ان فوالا بصحتكم بصحه النون ان شاء الله. دونك اليوم مع الجورنال مع ديزارتيكل تاع الجورنال كتبت على مدام نعيمة صالحي غدوه ان شاء الله الارتيكل تقراوه في لا نوفال ريبوبليك ولا العشيه تقد نحطوه شي على الباج نتاعي. ما كانش البلاصه حبيت ندير لا فوتو نتاع نعيمة صالحي رغم ان المعلمه نتاعي نتاع الجورنال صديق المعلمه ريداكتريس اون شيف باسكو كان بزاف معلم في الجورنال كان باش يعرفوا الناس باللي في الجورنال ماهوش واحد برك يروح يعقب لارتيكل. كان الشيف دو روبريك كان لي ريداكتور اون شيف كان ديريكتور دو ريداكسيون كان ديريكتور دو بوبليكاسيون هذو كامل. قبيلت المعلمه نتاعي المباشره هضرت انا وياها على الارتيكل وعلى لا فوتو اللي راح نديرها. خيرت فوتو نتاع نعيمة صالحي قالت لي واش هي لا فوتو قلت لها بدي نشتيها يضربهم الجن ديجا ما هي بعد قالت لي ولدي واش عجبك فيها يا خويا قلت لها اختي اسمحي لي انا نشتي حاجه زينه ما قالت لك ما فهمتش انا كيفاه زينه قلت لها اختي زينه نشوف فيها زينه قالت لي انا ما نشوفش فيها زينه اي با هي راهي وانا راهي على كل حال سي بور ان بتي بو بور ريغولي هذا مكان بور مونك دو بلاص وقت لا فوتو ما تكونش مي لارتيكل ان شاء الله راح يكون غدوه لا فوتو كنحطها عندي من بعد انايا ليا وسي من بعد كان تكلموا عليها على هذا ولا شي جي نتاعنا على وزير الدفاع نتاع فرنسا راح يزور الجزائر اليوم راح نتكلموا غدوة تقراو ثاني في نوفال ريبوبليك على الارتيكل نتاع لو دريان مانيش انا نديرو كان زملاء اخرين هما اللي راح يديروه. قبل حبيت نقول على احبابنا وخواتنا الامازيغ سورتو الشويه اللي مازالوا يضربوا في 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 لغتهم ويضربوا في اصلهم ومازالوا مساكن الغلب. انا ما نلومهمش شوفوا با لي زون فولوار يا ناس اي فو با لي زون فولوار باسكو اتونسيون راهو كاين الناس اللي خدمت على الشيء هذا اي خدمت عليه ا لونغ دوغي كما قال واحد راهم بداو لنا ملي كنا صغار ملي كنا صغار وحنا هما يعمرونا في المخاخ نتاعنا وحنا وعرب وربي قال والرسول قال وباسم الاسلام باش ينسيونا في الثقافه نتاعنا وينسيونا في لغتنا وينسيونا. مالغري سا كاين الناس اللي تناضلت وكافحت ويعني نحييهم بزاف بزاف سورتو حبابنا وصحابنا وخوينا القبيل اللي اليوم نهنيهم ونحييهم ونقول لهم يعطيكم الصحه لو كان ماكمش نتوما اليوم رانا انا نقول لكم الحق راهي الامازيغيه والتمازيغ والتمزغه راهي راحت راهي راحت يفول ديغ باسكو حنا الشويه لاحونا في ساندويتش لاحونا في ساندويتش وكلونا هذه فول ديغ مالغري سا كانوا الشويه يركاز فحوله اللي مازالوا ينظروا يعطيكم الصحه. هاد الناس اللي مازالوا يشكوا في اصلهم ومازالوا يقول لك حنا رانا كما يكتب لي واحد هذوك النهارات مسكين شاوي ويقول لي يخلط مسكين نحن امازيغ عرابنا الاسلام مسكين مازال ما على بالوش مازال ما يعرفش وهذه قالها بوتفليقه واحد الوقت وحب يهف بها ناس ربي يرحمه ولا تراجع عليها ولا بوتفليقه هو اللي فهم وقال لهم باللي هنا رانا امازيغ نبقاو امازيغ وكل الجزائر امازيغيه ما كانش فيها واحد اللي قليل 0.0000 اللي ماهوش امازيغ حتى المعربين هذو المعربوفون هذو المعربوفون راهم يقراو بالعربيه ويهضروا بالعربيه مي ما عندهم حتى علاقه بالعرب باش نفهمهم مليح. سا با دير كو موا جو بارو فرونسي كو جو سوي فرونسي نو نخدم نهضر حتى بالانجليزيه ومانيش انجليزي مي واحد يهضر بالعربيه لا اللي يهضر بالعربيه كل عربي هذه هي الناس اللي ما فهمتش. دونك انا نقول خاوتي روحوا مع بالعقل مع الناس هذو دوك يجي النهار ويفهموا كيما فهمنا حنا ثاني كنا صغار واحد الوقت حنايا ثاني كيما قلت لكم انا كنت في ليكول عندي صحابي يعايروني يقولوا لي ها ها ويا راك تشوفه ويهضر على جام الدوار
ويهضر بالشاويه. الوغ كي يروح لبابا نقول له يعايروا فيا، يقول لي كيفاش تبكي انت راك شاوي، انت لغتك راهي الشاويه، لازم تهضرها ولازم تدير ولازم كمنا. وانا نقول لصحابي ندرك على صحابي باش ما نهضرش الشاويه، نهضر كيما يهضروا هما. دونك هذه لا غالب، هذه هي فوتغي كونتينيي ميليتي ان شاء الله، ويجي النهار وتبقى اللغه لغتنا لغه التمزغه هي اللغه الرسميه والوحيده. صديق ما نقولش انا شوي كونتخ اللغات، لا انا شوي انتلكتويل، انا نقرا حتى لي بغو باش نتفاهموا مليح، بصح اللغه الوحيده والرسميه اللي تبقى في الجزائر هي الامازيغيه. ومن بعد يجيو اللغات الاخرين، اللغات كيما يقولوا كيما نعيطوا حنا اللغات الاجنبيه، ها من بينهم العربيه اللغه الاجنبيه، حبينا ولا كرهنا. انا عندي صحابي وحبابي وكذا عرب، بصح هما بعد مستعرفين باللي الامازيغيه هي اللغه الرسميه والوحيده اللي لازم تكون في الجزائر، ويجيو من بعد اللغات الاخرين كيما قلت لكم، حتى اللغه العربيه لغه اجنبيه لينا حنا، خاطر جابوها لنا الغوزات لي زونفايسور. شكون هما لي زونفايسور؟ هما اللي جاو دخلوا علينا وجابوا لنا اللغه العربيه، وجابوا لنا كيما يقولوا هما نعتوا لنا الاسلام. على كل حال الاسلام اللي نعتوه لنا هما ماهوش هذاك هو، خاطرش الاسلام عمره ما يقول اذبح وقتل كيما يديروا هما، وكيما راه يدير داعش وكيما راه يدير هذه. حنا الاسلام هي دين، باش يكون بعلمكم، والدين كيما الديانات كامله، والدين اللي يقول اقتل واذبح احنا ما نستعرفوش به كدين، ماهوش هذا هو الموضوع نتاعنا. الموضوع نتاع قبل انا كان واحد الناس حبيت نجاوبهم، كتبوا لي الناس يعني يعطيكم الصحه، ميرسي بوكو 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 بوكو، جابريسي سورتو هذه، والله هذا والله ما على بالي غاز مارتيناز ننسى اذا راهو راجل ولا امراه، والله غير كتب لي بزاف يعطيه الصحه، والله غير ساعات يكون ما عنديش الوقت باش نقرا كلش، مي فريمون ميرسي بوكو بوكو. يقول لي نقرا شويه برك بالعربيه، وانا والله غير العربيه ما شتيهاش، بان في الجزائر منحنفين ذوي افكار ديمقراطيه فعليه تقي الغير وثقيل افكار الغير ومتسامحين مع حريه المعتقد والانتماء. المشكله سي منصف، مع تحياتي لك خويا، انت تحياتي ليك، ان الاسلاميين بين قوسين تغلقوا وتجدروا كالسرطان، والشعب عاطفي يسير بالعاطفة والأمر. أنا معاك أخويا، شوي داكور هذاك هو، شوي داكور ولا أختي ولا بعد باليش، إذا مرأة ولا رجل جو سي با ليسونسيال، أنا شوي داكور هذاك هو. أما هذا الفصائل المسلحة بيني بهذا نهضو على تاع فلسطين، هذو حماس وعن لبنان حزب الله، استغفر الله استغفر الله، حزب استغفر الله، الله له حزب. راني معاك يعني، ما كاينش حزب هذا يسميوه هكاك يرواحهم برك، هذا ما كان حتى حزب، ربي ما عندوش حزب. والاخوان وما اموال الذي ما نعرفوش هو في فصل الخريف، والله اسمح لي هذا مارتينيز، هذا ريز مارتينيز، والله ما على بالي اسكو فوزات اون فام ولا فوزات ان هوم، مي جو داكور افيك فو، وما نقدرش نقرا كلش والله ما نعرف العربيه، اسمح لي شوي ديزولي، مي ميرسي بوكو. نونو الزول، ميرسي بوكو بوغ فوتر كومونتير. كاين يوسف فرحي ثاني يقول لي بونجور سي منصف، سي فريمون مو فيديو سون بوزيتيف بور لو بيبل امازيغ الجيريان، سي سا نوناتي دي بريزون دو 1956-62 جبهة التحرير ودام الشهداء يخلفوا ثراس. ميرسي سي يوسف يعطيك الصحة. الوغ بزاف الناس اللي بعثوا لي لي كومونتير يعطيكم الصحه، ميرسي بوكو. سوف كو كاين زوج وقيلا نحب نزيد ان شاء الله نجاوبهم، فوالا سي رابيد دونك. هاد الزوج هادو في الكومونتير نتاعهم، واش هذا هو اللي وراه الكومونتير تاعهم في زوج رابيدمون لو 8 ديسمبر، فوالا هو عندي. كاين هذا سي صادق عبد الكريم، وهذا يكتب لي ويقول لي ربي يسمح المسيلمة الكذاب ولا ما عرف واش هو، لا ثقافة لا دين لا ملة، ما على باليش على من يهضر هذا السيد هذا. ويقول لي الحمد لله على نعمة الإسلام، شفنا بزاف من إشكالك. هنا يهضر علي أنا، يا خائن، أنا اسمي خائن. ميرسي يا خويا، يعطيك الصحة يا سي صادق.
التاريخ يعيد نفسه دائما كما يقول هو، واشكالك يعني يهضر علي انا يدعوا الاسلام او العلمانيه ولا يعرفون معنى الاثنان، لكن هناك دائما من يسقط عنكم الاقنعه. يا صهاينه يا خويا، ميرسي ميرسي بوكو بوكو، يعطيك الصحه يا سي عبد الكريم، يا سي صدق عبد الكريم. انا حبيت نقول لك برك يا سي عبد الكريم، والله ما نتغش عليك، قول واش بغيت اخويا، انت مسامح ما كانش مشكل. يا خويا احنا صهاينه بس رانا في بلادنا يا خويا، يا اخي لا احنا صهاينه، قول علينا واش بغيت، احنا يهود، احنا صهاينه، احنا يا فرانسيس، احنا يا قول واش بغيت علينا، مي رانا في بلادنا يا خويا، ما ناش في بلاد واحد. نهار كي نروحوا عند كاش واحد في بلاد واحد ونقولوا هذا الشيء ونكونوا هكا، يقولنا يا خويا خرجوا من بلادي، مي احنا رانا في بلادنا، رانا امازيغ في بلادنا، في بلاد الامازيغ، الجزائر حره، ما والله ما تعقدونا، خلاص خلاص قول واش بغيت يا خويا. على كل حال نرجعوا للزياره اللي راح يديرها اليوم وزير الدفاع لودريون، ما قالوش على المضمون تاعها. الصحافه الفرنسيه ولي كومونيكي تاع ليزوتوريتي فرونسيز قالوا باللي راح اليوم يدير زياره. بور لانستون ما عنديش خبر اذا وصل ولا ما وصلش المطار، مي نورمالمون اليوم يجي ويكون في استقباله بيان سور وزير الدفاع تاعنا حنايا. وزير الدفاع يكون في استقباله سيتالمون، كيف اسمه، واحد من الوزراء، او يكون معاهم حتى هما دي ميليتار، ما على باليش يكون، يكون شنقريحه ولا يكون ما على باليش، ويكون بتات حتى وزير الخارجيه جو بونس. الناس اللي حيستقبلوه في المطار هذه ماشي يعني فريمون. هو على كل حال سامحوا لي راني كومون جو بونس، جو بونس كو راني غلطت، سي با سي لو سي لو مينيستر دي زافير اترونجير، موش وزير الدفاع، نو نو نو. لودريان سي لو مينيستر فرونسي دي زافير اترونجير اي دو لوروب، باسكو واحد الوقت، واحد الوقت انا غلطني، باسكو واحد الوقت كان حاكم الدفاع اذا ما خدمتنيش الذاكره، مي مانتنون الي مينيستر واش يقولوا دو لوروب، جون ايفاس لودريان، وراهو مينيستر دو لوروب اي مينيستر دي زافير اترونجير نتاع فرنسا، وزير الاوروبي ووزير الخارجيه جون ايفاس ادريون، سمحوا لي باسكو والله ما على بالي اذا كان انا نشفى باللي كان حتى هو وزير الدفاع، مي من بعد وقيلا يتبدلوا الحقائب، على هذا راني غلط جو بونس. فوالا قلت لكم يكون يستقبلوا ثاني مشي تبون. المحور تاع كيف اسمه تاع لا فيزيت ما يقولوهاش، ما من بعد يديروا ديكلاراسيون ويقولوا باللي راكم تعرفوا تدخل في ما بين لي زاكور فرونسو فرانكو الجيريان وكذا، ومنا مي لا فيريتابل علاش راهو جا، ما على بالناش. كانوا اخرين اللي عندهم، نهضر على الناس اخرين اللي واش يقولوا اخرين كيما يجمع لي ضد فرنسا وضد الفرنسي وضد العلاقات مع فرنسا، يكون لقاو راهم قطعوا العلاقات مع فرنسا، هادو يقولوا باللي راهو جاي يقدم الاعتذار نتاعو للجزائر، الاعتذار نتاع فرنسا للجزائر، هم يقولوا هما، المهم يقولوا جون ايفيس. نقول لكم برك لودريان اسكو كيما قلت انا كان بكري وزير الدفاع ولا لا؟ ايبا جون ايفيس لودريان زاد في 30 جوان 1947 في لوريون، سي ان نوم ديتا فرونسي، ممبر نتاع لو بارتي سوسياليست، لو نوتامون كان مير تاع لوريون. سون ايبوز ماريا فاديلو، دونك فوالا فونكسيون مانتنون مينيستر دو لوروب اي دي زافير اترونجير دو لا ريبوبليك فرونسيز دوبوي 2017. Alors, enseignement de l'université de Rennes, donc عنده وقيلا طفل، عنده باباه لويزا لودريان، فوالا، سمحوا لي نشوف طراش ما لقيتش، ما داروش نورمالمون كانوا يديروا واش هو يخدم واش منا، فوالا هناك هنا، فوالا هنا نورمالمون نشوفوا واش خدم واش كان بكري. Alors, كان بيان سور président du conseil régional de la Bretagne, un département fait français, secrétaire d'État à la mer dans le gouvernement de Cresson. Alors, ben, il est nommé en 2012, voilà, voilà, en 2012, Ken, ministre de la Défense, dans le premier gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Voilà, il est maintenant
فوالا كان هذاك، على هذاك انا غابت لي شويه. الوغ كما قلت لكم، ها واش يهضروا الناس على الزياره نتاع وزير الخارجيه الفرنسي، واخرين يقول لك لا لا راح يجي باش يشوف في كما قال واحد يدفي العلاقات ما بين الجزائر وفرنسا. يا اخي كما شفتوا بلي العلاقات تدهورت شويه نهار قال لهم كيف يقولوا الرئيس الجمهوريه، قال لهم بلي احنا كي دخلنا على الجزائر الوقت هذاك كي جينا ما لقيناش الجزائر. هو يقول هكا، يقول لهم بلي كي جينا ما لقيناش. هو يعني لو كان نرجعوا يعني صح صح ونرجعوا للحقيقه، وحنا كجزائريين ما دامنا الناس يقريو فينا وما داروش الاستوار نتاعنا، ويقريو فينا غير من 54 وارواح نتاع الثوره وكذا ومنا ومنا، اي سي نورمال نجمو نقولو بلي حنا ثاني وي سي فري شي اللي قالو عنده الحق. علاش عنده الحق؟ خاطرش لو كان جينا قرينا لا فري استوار دو لالجيري ما كانش ينجم يهضر كيما هاك. حنا يهضرنا غير على بن باديس، بن باديس وقتاش دار؟ وقتاش دار بن باديس؟ دار هنا كيما قال واحد. يقريونا على الشيء اللي صرا في 54، حنا ما حضرناش على كل حال. ها هو صرا في 54، ها هو صرا من هنا، وعلى الاستقلال 62 كيما قال واحد، والباقي كامل محاوه. شكون اللي محاوه؟ حنا، صدر حنا الناس اللي تسير في الجزائر. عمركم شفتوا تكلموا على لي زونسيتخ نتاعنا؟ ما كاينش. تكلموا على الدهية، هذه كافرة، كافرة هذيك ما يهضروش عليها. هضروش على ماسينيسا، هضروش على يوغرطة، سماوش كازرنا على يوغرطة ولا على دهية اللي كانت لارين اللي حكمة إفريقيا كاملة. لو كان هذه حطيناها وكنا اليوم رانا كيما حنا نهضروا على روحنا ومنا، ما كانش يهضر الهضرة هذي. قال سي محمد أنت كي جيت 1930 حنا كنا في حروب، درنا حروب وحروب وحروب وحروب. بصح جاو أخرين يجاوبوه يقولوا له حنا كنا نصربوا عليكم لا اسمح لي، انتوما كنتوا تصربوا عليهم. لا حنا خاطين، حنا الامازيغ عمرنا ما صربنا على واحد. الناس اللي تقول كيما هكا ماليهم هما اللي كانوا يصربوا عليهم، يصربوا على الناس اللي تعقوا بين حولهم. هذوك هما، مي حنا جامي صربنا على واحد. حنا درنا حروب، حنا خذنا حروب كيما قال واحد، حتى ضد النهار كي جاوا الغزاة العرب دي هي حاربتهم، حاربتهم وغلبتهم في قداش نحاربوا ومن بعد قتلوها كما قال واحد. وهاك كنتو كنتو تسمعوا في اكسل اكسل هذا، هاك كنتو كاش خطره جبدنا على اكسل، كاش خطره قلنا ونهو لك الطومبو تاع اكسل نروحو نهزوه من وراهو نحطو له نحطوه في قبر مليح. نو، حاطين عقبه ابن نافع، انسان اللي جا ذبح وقتل الجزائريين. هذاك بالنسبه لينا حنا سي ان نيغو، بالنسبه لينا حنا، بالنسبه للمسؤولين واللي حاربوا واللي جامي صرات هذي، جامي 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 صرات. حتى الناس كي يجيو يزوروا، قال لك خطره جا واحد من 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 لا غروند بريتاني سي ان بريتانيك، نعتوا له قبر نتاع عقبه، قالوا قال لهم هذا شكون هو؟ قالوا هذا قبر نتاع عقبه بن نافع. شكون هو عقبه بن نافع؟ قال لهم هذا هو اللي جا من الجزيره العربيه باش يدخل الاسلام لهنايا ورجع الناس مسلمين. وكيفاش رجعهم؟ قال لهم داروا حروب وفتوحات، يسموها فتوحات، وقتلوا ناس وداروا كذا ومنا ودخلوا الناس الاخر. وقال لهم هذا هو القبر تاعك؟ قالوا هي وحافظوا عليه وكذا ومنا. ايه وشكون اللي قتلوا؟ قالوا قتلوا واحد يقول له اكسل كسيله. وين هو كان؟ قال لهم على بالناش. قال لهم انا ما فهمتش، انا انسان اللي كان يدافع على 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 على, على وطنه وكذا ومنا نسيتوه ما كانش خلاص، وانسان اللي جا انفايسور مقيمين به، يعني عمرها ما صارت حتى في العالم بعد، عمرها ما صارت، عمرها ما صارت. وعلى هذا ان الناس اليوم في التاريخ يهضروا علينا احنا ما كناش كما قال كما قال لهم هذا كيسمو رئيس نتاع الجمهوريه تاع فرنسا. قال لهم احنا كي دخلنا 1830 لقينا هذوك كيف اسمهم الاتراك، لقاو سي فري لقاو الاتراك، وكما تعرفوا قصه المروحه هذه ماهمش جزائريين، اللي هذو غزاة اللي كانوا حاكمين الجزائر ومعهم العرب كانوا حاكمين الجزائر، ما كناش حنا اللي حاكمين الجزائر الوقت هذاك. باش حنا كنا كما يقول واحد كنا كولونيزي. وكي نهضر كيما هكا ام كانوا ناس اخرين لو كان يلقاو ما عرفش كيفاه يديروا لي، كيفاه يهضر الهضره هذه يا ولدي؟
اعطيوني الهضره نتاعكم انتوما، اكتبوا لي نعجبها لكم. تراش اسكو راني قاعد نهزر ولا راني قاعد نكتب نقرا في حاجه اللي حاجه ما كاينش منها، ولا يا التاريخ راح تكتبوا على التاريخ ولا كيفاش؟ ما نجيبوش نكتبوا على التاريخ، امبوسيبل تكتبوا على التاريخ. كيما قال واحد التاريخ يبقى هو التاريخ كيما قال الانسان، هذا هو. نحنا لا، حنا يقول لك كيفاش ومن بعد يدخلها لك، ها يدخلها لك في الدين والاسلام. وحنا ولو كان ما جيناش حنايا خرجناكم من الظلمات، يا ريت ما جيتوش والله، يا ريت خليتونا برك في الظلمات نتاعنا وما جيتوش. هذه هي كما قلت لهم ديهيا نهار كي كانت حرب فيهم، هذه اللي عيطوا لها هما الكاهنه، ها ملكه افريقيا كامله اللي كانت في الاوراس هي اللي تكوموندي في افريقيا كامله. نهار كي حبوا باش يديروا معاها محادثات قلت لهم يا اخي تقولوا باللي حنا جينا باش نجيبوا لكم بريه من عند ربي، اعطيونا البريه ورجعوا لي جيتوا. قالوا لا حنا جينا فاتحين، صافي حنا جينا اوني فوني فو كولونيزي، وما قبلتش وحاربتهم وقتلت منهم وروح وما سيليسا حارب ويغرطا حارب، اللي كنا حنا في الحرب باش نحاربوا على واش؟ على بلادنا. اصبحنا اليوم يخرجوا علينا ناس اخرين ويقول لكم انتم حنا امازيغ وعربنا الاسلام، كما يقول هذاك مسكين المغبون هذاك اللي كان يهضر معايا. يا اخي اذا الاسلام يعرب الناس كان يبدا الساعة على ايران، يعرب ايران. ايران اليوم ما يقبلوش واحد يهضر بالعربي، ما يقبلوش واحد. عندهم برك واحد البلاصه هكا معاك كيف يسموها فيها العرب، هذيك مخلينها معاك كيف يسموها، مي امبوسيبل. الاتراك ما يقبلوش واحد يا اخي مسلمين، ما يقبلوش. خاطر فات نتاعهم هذا كيف يسموه الرئيس نتاعهم دركا حاليا، ها طلب باش ينحيو توت لي بلاك اللي مكتوبين بالعربيه، نحيوهم كاملين. قال ما تجيش تحطوا لي العربيه خلاص، اي بورتون مسلمين. علاش ما يعربش لي تشيتشن؟ علاش ما يعربش لي باكستاني؟ يعربنا غير حنا برك. انا عمري ما شفت واحد، انا دوكا مالا دوكا انا نكون دوكا نروح نعتنق المسيحيه نولي مانيش جزائري، ولا نولي مانيش واش يقولوا شاوي، نولي ما عباليش انا ما كاينش منها هذه. الدين راه وحده واللغه وحدها والاصل وحده. انا نبقى اصلي شاوي امازيغي، والله لو كان نولي امريكا ولا نولي فرنسي ولا نولي تركي ولا نولي واش نكون، نبقى انا امازيغي، ما تبدلش خلاص. والدين الدين كل واحد هو اللي يشوف، يحب يكون مسلم هو مسلم، يحب غدوه الصباح يخرج يدير مسيحي ولي مسيحي، ويحب يولي ما عنده حتى دين يولي ما عنده حتى دين. هذه حاجه شخصيه، حاجه سي اون شوز بيرسونيل، سي اون شوز بريفي. دونك حنا على كل حال زياره لودريون، انا كمثقف كانسان لا صحفي انا نعلق، مي لو كان يسالوني الناس يقولوا لي واش تخمم فيها، نقول لهم ان شاء الله تكون خير لينا، سيرتو لينا حنا ما بيننا وبين فرنسا، خاطرش عندنا علاقات معاهم كبيره وعندنا جاليه كبيره نتاعنا في فرنسا ونحتاجوهم وجاو بحذانا. حنا ما نجموش نرحلوا وهما ثاني ما نجموش يرحلوا. واليوم اي جزائري راكم عندكم دوك تشوفوا، راكم ما نكذبوش على روحنا، روحوا تشوفوا برك عند ليزيكريفان بوبليك، الاف والاف نتاع الجزائريين راهم يحوسوا على جدودهم، يحوسوا على كيما يلقاو ناسيوناليتي فرونسيز باش يروحوا لفرنسا. كيما راكم تشوفوا فيهم اليوم الناس راهي تموت في البحر باش تروح لفرنسا. اليوم دي كادر دي هو كادر راهم يلقون يلقاو كيفاش يروحوا لفرنسا، يروحوا لفرنسا. دونك عندنا علاقات مادامنا الغالب بلادنا هكا، حنا كنا نديرو فرنسا عندنا، حنا غادي نديرو فرنسا، نديرو الجزائر خير من فرنسا. علاش؟ باسكو حنا عندنا خيرات خير منهم هما، مي ما استغليناهاش. واحد الوقت كانوا الناس يجيو يموتوا باش يدخلوا للجزائر، يموتوا في البحر باش يجيو يتوطنوا ويقعدوا في الجزائر. صبحت العكس، كنا حنا نديرو ان بيي خير من فرنسا. كنا حنا الناس اللي تموت في البحر هذه ما تموتش في البحر، تقعد في بلادها، خاطرش عند الشيء اللي كان في فرنسا عندنا حنا الدوبل نتاعو، ها كيما داروا اليهود. اليهود اسرائيل لو سول بي لو سول اللي الرئيس نتاعو جا لفرنسا وقدام ايمانويل ماكرون، قدام ايمانويل ماكرون تكلم للشعب نتاع اللي قاعدين عايشين في فرنسا وقال لهم روحوا لبلادكم، روحوا لبلادكم راهي خير من هالبلاد اللي راكم عايشين فيها، روحوا لبلادكم راكم تكونوا في امان خير من خير من فرنسا. هذوك علاش؟ خاطرش خدموا على رواحهم. حنايا بلادنا هلكناها
الزيت ما كانش، الطماطم ما كانش، السميد ما كانش، الحليب ما كانش، الناس تموت في البحر، السكنات ما كانش، الطب راكم تشوفوا فيه لا سونتي هي مريضه، وكي الناس يحبوا يخرجوا يموتوا في بلادهم يقول لك كيفاش يا خويا اعطيتهم باش، اسكو اعطيتهم باش يقدروا يعيشوا؟ ما اعطيتهمش. دونك حنا ماذا بينا ان العلاقات ما بين الجزائر وفرنسا ترجع ان شاء الله على ما يرام، وان شاء الله يكون جاء باش يرجع العلاقات ويدفع العلاقات، ما جاش باش كما يقول الواحد سوا يطلب السماح، هذه يعني عمرها ما كانت، عمرها ما تكون، عمرها ما تكون. انا نقول لكم الحق، اي فوادر اونيت باسكو شكون هو القوي، حنا ولا هما؟ في حنا كون جينا قويين عليهم وي نقولوا جايين يطلبوا منا السماح، مي هما قويين علينا، ما هذه ما كانش خلاص. جاي باش مناصينا، ان شاء الله ما نتمناهاش، ان شاء الله ما نتمناهاش. خاطرش انا وعاودت وقلت للمسؤولين تاعنا، يا ناس خافوا ربي في الجزائر، كاين ما نخليوش فرنسا تعقب في الجو الاجواء نتاعنا باش يروحوا يحاربوا الارهاب، راهم قادرين يجي نهار ويتهمونا باللي رانا قاعدين حنايا اللي ندعموا في الارهاب. سي نورمال، دونك انت رايح تحارب الارهاب وتقول لواحد ما تعقبش عليا، ما تعقبش منا قبل، دونك نورمالمون حنا نروحوا معاه نزيدوا نحاربوا الارهاب، ماهوش نقول له ما تعقبش، باسكو شكون اللي يشتي الارهاب؟ الا الانسان اللي راه يدعم في الارهاب. ونزيدوا للطين بله كما قال البارح الرئيس تاعنا، رانا نحبوا نجيبوا الفصائل نتاع فلسطين باش يصالحوا عندنا، والفصائل نتاع فلسطين حاطينهم منظمات ارهابيه كسوا لوروب ولا لوكسيدون ولا كامل حاطينهم منظمات ونجيبوهم عندنا. دونك حنا قاعدين نحبسوا على المشاكل، ان شاء الله ما يكونش هذا هو القصد نتاع الزياره نتاع الوزير وزير الخارجيه السيد لو دريان. نحبوا غير الخير لبلادنا، ما نحبوش بلادنا تقاس، ما نحبوش الشعب الجزائري يتقاس. بلاك نزيد نعاود نرجع لكم بعد ان شاء الله، في كانش نزيد نخليكم تسمعوا شويه الاغنيه نتاع سامي، بلاك من بعد نجدو شي لي دوتر انفورماسيون ان شاء الله، نزيد نعاود نرجع لكم ونقول لكم قيمه ديال هنايا توتالور. عشان كل شادي روحه وينك الحق انك جيني شكدا مطروحة عيني في ذلي دني بدرق الزيت الروحة يا الله ما حشاوي وكيني شكلي دوحة اغسلك بدلني لسبا عشان كل شادي روحه وينك الحق انك جيني شكدا مطروحة عيني في ذلي دني بدرق الزيت الروحة او مشاوي دا تاكسل I'm gonna make it.